لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطور راية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في المحاضرة الستة من محاضرة ترجمة مبادئ الاختلاف. نبدأ يا جماعة المحاضرة. أوكي، النهاردة إن شاء الله. أهلا بكم جميعا. النهاردة إن شاء الله هناخد نصوص متنوعة، هنترجم نصوص من الإنجليش للأرابيك، من الأرابيك للإنجليش إن شاء الله. نصوص متنوعة وتحمل عبارات وحاجات جديدة، هنتعلم إزاي نترجمها. أوكي، وإن شاء الله لو بقى في وقت هحاول الجزء التاني، هدي فيه بعض الكلمات اللي بتتعب المترجم أو التركيبات الغريبة. أوكي تمام. طيب نبدأ كده بأول نص. بسم الله الرحمن الرحيم. النص الأول عبارة عن إيه؟ عبارة عن نص من خبر كده. أول مرة تحضر حضرتك؟ أوكي، مفيش مشكلة، ممكن تحضر، ممكن تشوف المحاضرات التانية مسجلة على اليوتيوب. أوكي، ناخد الأول translate into Arabic، ترجم إلى العربية. translate into Arabic. ترجم إلى العربية. أوكي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول نص يا جماعة زي ما قلنا هيكون من خبر كده في جورنال، هنتعرف على لغة الجرايد، يعني حاجات كده. ايه اوكي ماشي، هنعرف الشكل الغريب اللي بيحصل او الحاجات الغريبة اللي فين في الاخبار بتتكتب ازاي. اول نص هناخده بيقول ايه، tens of thousands of people were forced to leave their house or their home and there was widespread destruction and loss of life
in parts of as results of the pumping by government force of village suspected of harboring terrorists. ده النص الأول يا جماعة من فقرة في الأخبار. بصوا بقى معايا، ترجمة الأخبار بتبقى غريبة شوية، ولازم تبقى بسيطة وسلسة، لازم تبقى بسيطة وسلسة، تمام؟ ولا حاجات غريبة كده، هنلاقي حاجات مش مكتوبة وهنكتبها في اللغة العربية، يعني في الإنجليش هنلاقي حاجات مقتصدينها، تمام؟ هنضطر بقى نلجأ ليها عشان المعنى في اللغة العربية. يعني هو في النص هنا بيقول لي ايه، tens of thousands of people were forced to leave their homes and there was widespread destruction and loss of life in parts of as a result of the bombing by government forces of villages suspected of harboring terrorists. أجبرت عشرات الآلاف من المواطنين على ترك منازلهم. عشرات الآلاف أجبروا على مغادرة منازلهم. كان هناك دمار واسع النطاق وأقل من الحياة. إزاي بقى؟ في أجزاء من نتيجة القصف من قبل القوات الحكومية، قرى يشتبه في إيواء الإرهابيين. هي اللغة، أنت ترجمة جوجل. جوجل، ترجمة جوجل، تمام؟ طيب نبدأ كده واحدة واحدة. Tens of thousands of people were forced to leave their homes، تمام؟ أنا كلمة forced أنا عارف إن force يجبر. طب أنا ما ألاقي حاجة أحسن من اضطر. بالظبط كده، صح يا أستاذ محمد. اضطروا عشرات الآلاف، عشرات الآلاف. مش لازم بقى أكتب من الناس، ممكن أقول إيه، اضطروا عشرات الآلاف إلى ترك منازلهم. أوكي، أنا زي ما قلت في الأخبار بحاول إيه أقتصد. أوكي يا جماعة، هيبقى عشرات الآلاف مين بقى اللي اضطر؟ ما هو أكيد عشرات الآلاف من الناس، فمش لازم اذكر من الناس، تمام يا جماعة؟ لما اجي اترجم بقى في الاخبار ببقى ايه اقتصد، اكيد الناس بالظبط كده، يعني هي حاجات من المعنى، مش لازم ايه منذ عشرات السنين. فين عشرات السنين؟ انا ما قلتش يجبروا على ترك منازلهم، ما قلتش عشرات السنين خالص، مفيش حتى سنين هنا، هنا ناس، عدد من الناس مش السنين، تمام يا جماعة؟ يبقى هترجمها ازاي بقى؟
اضطر عشرات الآلاف إلى ترك منازلهم. يبقى ترجم كده، اضطر، أكبر الخط يا جماعة معلش، الثروة عشرات الآلاف إلى ترك منازلهم، منازلهم. أوكي كده خلصت أول إيه فقرة. And there was widespread distraction. ممكن اضطر عشرات الالاف لترك منازلهم، صح، ما اللام زي الى، الاثنين حرف جر، صح كده يا استاذ هند؟ تمام. يبقى ايه؟ اضطر عشرات الالاف لترك منازلهم. نكمل ايه بقى. بقى التركيبه ديت؟ and there was wide and there was widespread distraction. وكان هناك انتشار واسع من الدمار. يعني الوقت كان هنالك دمار على نطاق واسع. قربنا برضه. مع وجود انتشار واسع من الدمار. تمام، بسبب عمليات الدمار واسعة الانتشار. لا بعيدة. وكان هنالك دمار شامل؟ لا مش دمار شامل. عايزين بقى جملة نركب ديت مع ديت. عايزين نركب دي مع الجملة اللي قلناها، طلع عشرات الآلاف اللي ترك منازلهم، وإيه تاني؟ إن دي ترجمها إيه؟ إن اقول ايه؟ كما انتشر الدمار على نطاق واسع. اهو كما انتشر الدمار على نطاق واسع. تمام. In less of life in parts of less of life in parts of. شفت بقى تترجم ازاي ديت؟ وعليكم السلام. هو كده less of life. less of life يعني ايه؟ اقل من الحياة؟ لا بقى، تمام، القليل حي. طيب القليل حي يبقى معناها ان فيه ايه؟ كتير اتقتل. بنحط قبل كما فاصلة. اقول ايه؟ وقتل الكثيرون في بعض المناطق. less of life in parts of. تمام، وقتل الكثيرون في بعض المناطق. تمام يا جماعة. بعد كده as result of the bombing by government forces of villages suspected of harboring terrorists. وانا بقول لك ان في حاجات ده less of life يعني ايه؟ قليل من الحياة. وهو هنا معنى بيديني ايه؟ ان في ناس اتقتلت. تمام؟
وبقولك في حاجات مش هتلاقيها في النص هنترجمها في العربية عشان المعنى. كنتيجة لضرب الحكومة للقرى التي يعتقد احتوائها للإرهاب الإرهابيين. ماشي، قربت من الصح. نتيجة لقصف الكويت على القرى مأهولة بالإرهابيين برضو. صح، قريبة صح. بس أنا عايز بقى نتيجة للقصف من قبل القوات الحكومية. ماشي، القرى يشتبه في إيواها على المتطرفين. أوكي، ماشي أوكي، ماشي، ترجمات قريبة من الصح. أنا عايز بقى صياغة حلوة بقى، الصياغة الإخبارية اللي بنسمعها إحنا في التلفزيون أو بنقراها في الجرايد. هقول إيه؟ نتيجة لقيام القوات الحكومية بقصف القرى التي اشتبه في إيواءها إرهابيين. بالظبط كده. تمام، نتيجة لي، يبقى هنترجم بقى نتيجة لقيام القوات الحكومية، قيام القوات الحكومية بقصف تمام بقصف القرى التي يشتبه في إيوائها أو التي اشتبهت في إيوائها إرهابيين. تمام يا جماعة، يبقى دي ايه الترجمة؟ اضطر عشرات الآلاف إلى ترك منازلهم، كما انتشر الدمار على نطاق واسع، وقتل الكثيرون في بعض المناطق نتيجة لقيام القوات الحكومية بقصف القرى التي اشتبهت في إيواءها إرهابيين. يعني تحوي، هاربورينج، هاربورينج يعني تأوي. suspected of harboring، يشتبه في إيواءها. أنا أعرف إن harbor تمام، وانا اكبر، انا عامل الخط 25 كده، الخط كده مش واضح. ممكن نقول بسبب الدمار واسع النطاق، او كلمة هاربر معناها ميناء. معناها ميناء او مرفأ، هاربر، ومعناها يرسو، يرسو ما بيظهرش في التسجيل. تمام، اوكي، ماشي، يبقى اضطر عشرات الالاف الى ترك منازلهم، وكمان كما انتشر الدمار على نطاق واسع وقتل الكثيرون في بعض المناطق نتيجة لقيام القوات الحكومية بقصف القرى التي اشتبهت في إيواءها إرهابيين. تمام يا جماعة، دي بقى الصياغة الصحفية، الصياغة الصحفية للخبر.
اوكي، اضطر عشرات الآلاف إلى ترك منازلهم، كما انتشر الدمار على نطاق واسع، أو انتشر دمارا على نطاق واسع. تمام. وقتل الكثيرون في بعض المناطق نتيجة لقيام القوات الحكومية بقصف القرى التي اشتبهت في إيواءها إرهابيين. تمام يا جماعة، صعبة شوية. شبهت في إيواءها على إرهابيين. ماشي اوكي. المحاضرة اللي فاتت احنا خدنا ترجمة برضه، مش اسمه ترجمة كده. اوكي، نشوف نص كمان. ما احنا عرفنا ترجمة الأزمنة. ممكن نحط قوات الأمن أو قوات الحكومة. تمام. تمام يا جماعة. طيب نشوف نص كمان. نص تاني هو بسيط جدا، بيقولي the following list gives the main steps. The following list gives the main steps to be followed. In making a discovery. It is a method of controlled experimentation and therefore called the scientific method, the method the following list gives the main steps to be followed in making a discovery. It is a method of controlled experimentation and therefore called the scientific method. Yeah.
تعطي مراحل أساسية للوصول لاختراع الاختراع، طريقة لمراقبة التجربة. طب نشوف الأول البداية. The following list give the main steps. The following list give the main steps. القائمة التالية تعطي خطوات رئيسية تتبع لعمل اكتشاف إنها طريقة للتحكم بالتجارب. الخطوات الرئيسية التي تتبع لعمل اكتشاف إنها الطريقة التي تستخدم التجارب والنظريات التي تدعي الطريقة التي تدعى الطريقة العلمية. احنا ترجمنا ايه؟ ليست بمعنى قائمة، وجيفز بمعنى يعطي، صح؟ تبين القائمة. ايوه قربنا اهو استاذ محمد، قربت. القائمة التالية تعطي خطوات رئيسية. The main steps بنترجمها احنا الخطوات الرئيسية، صح؟ طب بنترجمها أهم الخطوات. gives معناها توضح بقى. أيوة صح كده، صح. يوضح، يوضح ايه؟ list ممكن the following list. the following list انا عايز اترجم the following list. اللائحة التالية. مش اللائحة التالية، صح، فيما يلي قائمة. ماشي، القائمة الآتية. تمام، كلها ترجمة، صح. ما ينفعش بقى أقول the following list البيان التالي. يبقى the following list gives ويوضح البيان التالي، ويوضح البيان التالي. the following list البيان التالي، ماشي. gives في صنع الاكتشافات، ماشي، صح صح يا استاذ بلال، قربت. في ميالي قائمة من الخطوات الرئيسية الواجب اتباعها في صنع الاكتشاف. اوكي ماشي، تمام. انا هترجمها بقى. يبدأ ويوضح استاذ محمد عبد العزيز، صح، بيانات اهم الخطوات المتبعة او التي يجب اتباعها لعمل اكتشاف. اهم الخطوات في صنع الاكتشاف، تمام. كل التراجم ديت صح. وضح البيان التالي في صنع الاكتشاف، صنع الطريقة للرقابة على الإجراءات، إجراء التجارب، وبالتالي استدعاء الأسلوب العلمي. أوكي طيب، نشوف كده هنترجمها إزاي هنا. ويوضح البيان التالي أهم الخطوات التي ينبغي أن تتبع أو التي يجب اتباعها، التي ينبغي أن تتبع أو التي يجب اتباعها. in making a discovery، ممكن أقول للوصول إلى اختراع أو لعمل اختراع أو لعمل اكتشاف. لعمل اكتشاف ما أو اختراع ما، أو صنع الاختراع أو الوصول إلى اختراع لاختراع ما. a discovery اختراع ما، تمام. يبقى لما اجي اترجم بقى هقول ايه؟
ويوضح البيان التالي. أهم الخطوات التي ينبغي اتباعها أو ينبغي أن تتبع، التي ينبغي أن تتبع أو المتبعة، الخطوات المتبعة أو التي يجب أن تتبع أو التي ينبغي اتباعها. تمام، الخطوات التي ينبغي أن تتبع أو الخطوات المتبعة أو الخطوات التي يجب اتباعها أو ينبغي اتباعها. تمام يا جماعة، كل دي تؤدي إلى إيه؟ معنى صحيح. التي يجب أن تتبع للوصول إلى اختراع النوع. ديسكفري، اختراع النوع، ماشي، وهو منهج للتجربة. It is a method of controlled experimentation. Experimentation. Method of control experimentation. وهو منهج للتجريب. منهج تجريبي. بالظبط. وهو منهج للتجريب السديد. Controlled experimentation. هترجمها controlled experimentation. التجريب السديد. وهو منهج للتجريب السديد. بالظبط كده. ومنهج للتجريب السليم. ولذا therefore، ولذا أو لذلك. التجريب المتقن، ما هو المتقن؟ هو السديد أو المقنن. ولذا ولذا سمي بقى، ولذا سمي بالمنهج العلمي scientific method. method ممكن أقولها طريقة أو منهج، أو لذا سمي بالمنهج العلمي. ولذا أو لذلك سمي بالمنهج العلمي. أو من ثم، صح، من ثم. ولذلك ولهذا السبب سمي بالمنهج العلمي. من أجل ذلك سمي بالمنهج العلمي، والذي يطلق عليه المنهج العلمي. تمام. تمام، ده بالنسبة لإيه؟ الترجمة. ويوضح البيان التالي أهم الخطوات التي ينبغي أن تتبع للوصول إلى اختراع ما، وهو منهج للتجريب السديد، ولذا سمي بالمنهج العلمي. تمام يا جماعة؟ أوكي، نشوف نص كمان. برضه نص انجليش هنترجمه للعربي. طيب هنشوف كده نص غريب شوية. لا عادي، لا ما هو مش مشكلة. الواحد في البداية انا كنت بترجم كده في الاول، انا كنت بترجم كده، يعني الانسان بيتولد مش عالم،
مع تدريبه الممارسة هيتعلم. اوكي، يعني لما ترجم، لما اجي اترجم مثلا اول مرة احس ان انا بلخبط الدنيا، عادي طبيعي ان اي انسان اول مرة مش هعرف يعمل حاجة. انا كنت بترجم حاجات ما ينفعش تتقري من عربي الانجليش، اصعب بالعكس، ده نص عربي وترجمه انجليش اسهل، لان كتابة الانجليش اسهل من اللغة العربية. الانجليش الجملة معروفة، العربي بقى بيحير شوية، عايز فن في الكتابة. اللغة العربية ما شاء الله، يعني من عربي الانجليزي بالنسبة لك صعب، يمكن بقى عشان ايه بس بقى انا شايف ان اللي من عربي الانجليزي، ان انا عندي نص عربي وترجمه انجليش بيبقى اسهل، لان اللغة الانجليزية تركيبها اسهل من العربي، لان اللغة العربية فيها حاجات غريبة جدا. اوكي، نشوف نص كمان. طيب بيقول ايه بقى النص؟ A question، هتشوفوا بقى حاجة غريبة جدا هنا. question comma a problem or wish wish to find out why, find out why something something work or doesn't. Work is a starting point a question problem or a wish to find out why something worked or doesn't work is a starting point. السؤال، المشكلة أو الأمنية، اكتشاف كيفية عمل الأشياء أو عدم عملها، هي نقطة بداية. ترجمة جوجل. سؤال أو المشكلة أو الرغبة، سؤال إما مشكلة أو رغبة. مش ترجمة جوجل. أوكي، مفيش مشكلة عادي. لا، هو مش تعريف للسؤال. بصوا بقى يا جماعة، a question a problem، المشكلة بنبقى عارفين ومش عارفين نعبر بقى في اللغة العربية.
عرفت بقى ان الانجليش من الانجليش للعربي صعب، ابقى فاهم ايه اللي مكتوب بس مش عارف اصيغه. السؤال والمشكلة والأمنية في معرفة لماذا عمل الشيء ما أو لم يعمل هي بمثابة نقطة انطلاق. تمام. عقبات والمشاكل والأمنيات. مشكلة بقى نبقى عارفين ومش عارفين نصيغ. اوكي، اذا عرفت انك تعرف او لا تعرف فهي بداية الانطلاق. تمام. A question, a problem, or a wish to find. A wish to find out why something works or doesn't work is a starting point. أيوة، احنا هنبدأ بنقطة البداية. صح أستاذ علاء، أستاذ علاء صح، هنبدأ بإيه؟ نقطة البدء. هنقول إيه؟ نقطة البدء أو بداية الانطلاق هي أن تعرف لماذا الشيء ما يعمل، في أن تسأل أو تجد حلا لماذا تعمل أشياء أو لا تعمل، تلك هي بداية المعرفة. بص بقى الترجمة بتاعتها هتبقى ازاي، هتلاقوا حاجات غريبة. هتلاقوا حاجات غريبة كده. هي ايه؟ نقطة البدء هي احدى المسائل او المشكلات. نقطة البدء هي احدى المسائل او المشكلات. ماشي. او الرغبة في معرفة السبب. الرغبة في معرفة السبب في أن شيئا ما يعمل أو لا يعمل. شفتوا بقى؟ أو في كشف السبب. ما كشف السبب أو معرفة السبب. تمام. يبقى الرغبة هنقول إيه؟ نقطة البدء. نقطة البدء هي إحدى المسائل، هي إحدى المسائل أو المشكلات. أو الرغبة في معرفة السبب أو الرغبة في معرفة السبب في أن الشيء أو في أن الشيء ما، نخليها في أن شيئا شيئا ما يعمل أو لا يعمل. ايه رأيكم بقى في الجملة دي؟ شفتوا بقى في الإنجليش a question a problem or a wish to find out why something work or doesn't work is a starting point. وهنترجمها السؤال والمشكلة أو الرغبة في اكتشاف سبب أن الشيء يعمل أو لا يعمل هو نقطة البدء.
لا والله مش عايز اكرهك في الترجمة، انا عايز اعرفك بس ان في حاجات بيبقى شكلها غريب، بيبقى شكلها غريب. الصياغة في اللغة العربية بقى، انا قلت ايه؟ المشكلة، السؤال، والمشكلة، والأمنية، في اكتشاف، لماذا الشيء يعمل او لا يعمل، هو نقطة البدء. اللغة العربية مش ماشية، تمام؟ احاول فيها مرة واثنين وثلاثة. انا هي دي المفروض نعمل لها انفيرجن، ما احنا ملاحظناش الكلام ده. starting point، starting point is a question, a problem, or a wish to find. تمام، هو ده التحويل اهو، دي معمول لها inversion، تحويل. ادي الفاعل اهو، نقطة البدء هي احدى المسائل او المشكلات او الرغبة في find out، معرفة السبب او اكتشاف ايه السبب. find out why، معرفة السبب. ان او السبب في ان something، شيء ما. work or doesn't work، يعمل او لا يعمل. معمول لها تحويل، معمول لها inversion. تمام يا جماعة؟ طب انت حضرتك قلت يا استاذ فرنش، خليتها ستكون، خليتها مستقبل. هنا is verb to be الفعل مضارع، يبقى الجملة هتبقى ايه؟ مبتدأ وخبر، صح؟ مفيش هنا ايه؟ مستقبل في الجملة. هي نقطة البداية، اوكي، بس كصياغة ان انا ايه ببدأ في اللغة العربية بالمبتدأ، نقطة البدء. مالها؟ ايه هي نقطة البدء؟ التعريف بقى، هي احد المسائل. a question، يعني سؤال من الاسئلة، a question سؤال واحد، يبقى هي احدى المسائل. او a problem، مشكلة واحدة، او احدى المشاكل، او احدى المشكلات، يبقى احدى المسائل او المشكلات. او الرغبة، or a wish to find why، او رغبة في معرفة السبب. why something work or doesn't work، في معرفة السبب في ان شيء ما يعمل او لا يعمل. شفتوا بقى، انا خريج ايه؟ انا خريج اداب قسم اللغة الانجليزية، وحاصل على دبلومة في الترجمة التحريرية والترجمة الفورية. ماشي يا جماعة، يا ريت الاسئلة صح يا استاذة مرة تكون في اخر المحاضرة. ربنا يبارك فيك يا رب. طيب ناخد نص صغير كده، طب انا هجاوب على الاسئله ديت في الاخر ان شاء الله. ناخد نص صغير بقى، عشان احنا حسيت ان انا ايه تعبتكم بالحاجات الغريبه دي. ناخد حاجه بسيطه كده، تمام؟ الجملة بتقول ايه؟ define، the problem، نكبر الخط يا جماعة،
define the problem so that it's clear what you are trying to find out. Define the problem so that it's clear. Define the problem so that it's clear what you are trying to find out. تمام. تعريف المشكلة هي أن تحاول حلها. أنت define ترجمتها تعريف. طيب define تحديد المشكلة بالظبط كده، بس هنا فعل، هنا فعل يا جماعة. حدد المشكلة بالظبط كده، حدد ايه المشكلة، قم بتحديد المشكلة. حدد المشكلة ثم يصل أن تجد الحل. قربت يا أستاذ محمد، قربت جدا. حدد المشكلة بحيث تكون واضحة إذا ما كنت تحاول معرفتها، بحيث يكون واضح بالظبط. المشكلة من ثم يكون السهل إيجاد الحل. قربت يا أستاذ فرنش. تمام. إذا أردت حلها تمام يسهل أن تجد حل المشكلة إذا حددتها. ماشي. حل المشكلة حتى يكون من الواضح إيجاد الحل. حدد أهداف المشكلة سوف تصل إلى حلها. أوكي. إذا ما كنت تحاول معرفة حلها. حدد المشكلة وكنت تحاول حلها ومعرفة حلها. كلها إجابات أو ترجمات صحيحة بنسبة 80% أو بنسبة 85%. حدد المعضلة بحيث تكون واضحة إن إذا كنت تحاول معرفة حلها. تحديد المشكلة واضح إذا حاولت الوصول على حل. حدد المشكلة لذلك يصبح ما واضح ما تحاول حله. اوكي ماشي. طيب نشوف كده ترجمة. define the problem. حدد المشكلة so that it's clear what you are trying to find out. حدد المشكلة حتى يتبين لك so that it's clear. حتى يكون واضح لك، اللي هي حتى يتبين لك بوضوح، حتى يتبين لك بوضوح what you are trying to find out. حتى يتبين لك ما تحاول البحث عنه. to find out، trying to find out، تحاول أن تكتشفه أو تبحث عنه أو تحاول الوصول إليه. بالظبط كده. يبقى هنترجمها ازاي؟ حدد المشكلة حتى يتبين لك
هذه المشكلة حتى يتبين لك بوضوح ما تحاول البحث عنه. أو ما تحاول معرفته. تمام يا جماعة؟ حدد المشكلة حتى يتبين لك بوضوح ما تحاول البحث عنه. Define the problem، حدد المشكلة. So that اللي هي معناها حتى أو لكي. It's clear، حتى يكون واضح أو حتى يتبين لك بوضوح. حتى يتبين لك حتى يتضح لك، صح، حتى يتضح لك أو حتى يتبين لك بوضوح what you are trying، ما تحاول أن to find out، ما تحاول أن تبحث عنه أو تعرفه. نرجع بقى للجزء الثاني في محاضرتنا. Translate into English، ترجم إلى الإنجليزية. تحت أمر حضرتك يا فندم. هناخد بقى جمل بالعربي ونترجمها بالإنجليزي. أوكي، نكمل بقى. هناخد جملة كده خاصة بإيه؟ بجسم الإنسان اللي كنا بنتكلم فيها المحاضرة اللي فاتت. تمام، آخر حاجة أخدناها والعظام والمفاصل، صح؟ مش تحت أمر حضرتك. هنكمل بقى هنا. هناخد بقى الكلمات والتعبيرات اللي هي خاصة بجسم الإنسان، بعض الحاجات كده. الأوعية، الدموية، التي تتصل، بالقلب، فصل، والأعصاب، الأوعية الدموية تتصل، الأوعية الدموية تتصل بالقلب. أوكي، والأعصاب تتصل بالحبل الشوكي. الأوعية الدموية تتصل بالقلب، والأعصاب تتصل بالحبل الشوكي. أوكي، الأوعية الدموية blood vessels، بالظبط كده يا استاذ محمد. الأوعية الدموية blood vessels، ماشي، connected to the heart، صح. يبقى ايه blood vessels؟ the blood vessels connected to or connected with the heart، connected with the heart or connected to the heart. blood vessels، يبقى ايه الترجمة؟ تبقى ايه the blood vessels blood vessels، يعني ايه blood vessels؟ الأوعية الدموية تتصل بالقلب، connect with the heart،
connect with the heart. Heart. Connected to or with. الاثنين صح. الاثنين صح. Okay. The blood vessels, blood vessels connect with the heart. Okay. And الأعصاب nerves صح connect with the spinal cords صح أستاذ جودي تمام spinal cord يعني الحبل الشوكي يبقى هنقول ايه and nerves ديت معناها الأعصاب connect with the spinal cord spinal cord معناها الحبل الشوكي يبقى عندي blood vessels الأوعية الدموية nerves الأعصاب spinal cord الحبل الشوكي تمام كل فقرة كده هنطلع منها كلمات تمام طب بالنسبة relate to relate to يتعلق به موضوع بيتعلق به لكن حاجة هنا مربوطة بشيء مادي مربوط بشيء مادي connect with اوكي ريليت تو يتعلق بموضوع او حاجه بتتعلق بحاجه اوكي يا جماعه نتصل بموضوع تمام ده جمله بسيطه وسهله اوكي لينكد ان لينكد ان برضو شيء مرتبط بشيء يعني مثلا موضوع لينكد ان زي مثلا اللينك اللينك اللي في النت تمام tied with مربوط ب تمام ولا يهم حضرتك المشكلة عامة على فكرة مشكلة عامة مفيش مشكلة طيب نشوف كده نص حلو تاني نشوف حاجة بقى ايه تخلينا نفكر شوية ماشي يا جماعة لقد أنهك ما بالأرض شوف حاجة بقى كبيرة ندخل بقى على مجال البيئة لقد أنهك ما بالأرض من مواد وقود كالفحم والبترول أو هي الفحم والبترول والغاز وهي الفحم والوقود والغاز وستحل الطاقة الذرية محلها ذات يوم
اوكي بيد انها لا تزال لا تزال أغلى من أن تستعمل في الشؤون اليومية أو الشؤون الشؤون اليومية. ماشي، في كثير من أنحاء العالم في كثير من أنحاء العالم حيث أن الاحتياج إلى الطاقة إلى الطاقة هو محتاج عاجل. لا مش هترجم لوحدي، مش هترجم لوحدي، انا هدلكوا ازاي تترجموا بقى. لقد انهك ماء بالارض من وقود. ايه بقى اللي انهك؟ فيول. بالظبط كده، انا كده عرفت الفاعل. يبقى ايه؟ الوقود الموجود في الارض، ماء بالارض من وقود. ماشي، يبقى الوقود الموجود في الارض. ماشي، يبقى ايه؟ the fuels in the earth، الوقود اللي في الارض. ماشي، زي ايه؟ وهو الفحم والوقود والغاز، او الفحم والبترول والغاز. احنا هنخليها البترول هنا عشان تبقى ايه، واضحة اكتر. خليها البترول. All in the earth such as coal, gas, fuel is exhausted. Exhausted انهك بمعنى تعب. Exhausted. لما بنترجم بقى ايه حرف exhausted، انهك تعب. Run out استنفذ. تمام، consumed استهلك. ماشي، في بقى مصطلح جميل used up. used up يعني انهك. used up، used up. wear down. بالظبط يا استاذ حسين. تمام، يبقى انا عايز بقى اصيغ الجملة بالإنجليزية. هبدأ بالفاعل اللي هو مين؟ فيول. فيول in the earth، كول اويل جاز. طب لقد بقى، جملة لقد هترجمها ازاي بقى؟ لما الاقي حاجة فيها لقد بترجمها مضارع تام. مضارع تام بالظبط كده. يبقى ايه، هقول ايه؟ have been. صح كده، have been used up. have been used up كده. ايه، انا جبت الفعل وخلصت اول جملة. يبقى the fuel in the earth
وبعد كده بقول ايه بقى الفيول ان ذا ايرث؟ كول، اويل، جاز، فور. فيول، ذا فيول ان ذا ايرث. زي ايه؟ بعمل فاصلة كده وبكتب ايه؟ كول، اويل، جاز، هاف بين يوزد اب. كده اول جملة خلصت. شفتوا بقى الحكاية مش صعبة ازاي؟ لقد انهك ما بالارض. ايه الحاجات اللي في الارض انهكت؟ اللي هي ايه؟ الفحم والغاز والبترول. مش لازم اقول such as، مش لازم اقول such as. اوكي تمام. هي معروفة الفيول هي الكول والاويل والجاز، ما اقولش مثل. تمام يا جماعة. ايه بقى لما اجي بقى اترجمها هقول ايه؟ ذا فيول، فيولز ان ذا ايرث، ذا فيول ان ذا ايرث. بعمل شرطة كول كومة. ايه تاني؟ اويل، كومة، جاز، وشرطة كمان. الشرطة ديت بتعرفني ان الحاجات اللي بين الشرطتين ديت هي نفسها تابعة اللي قبلها، يعني الفيول الوقود اللي هو ايه؟ الفحم والبترول والغاز. تمام. يبقى the fuels in the earth. ماشي. the fuel احنا قلنا لا يا استاذ اسلام، exhausted بمعنى انهك يعني تعب. exhausted انهك بمعنى تعب. جملة اعتراضية توضيحية بالظبط كده. تمام تمام The fuel in the earth, coal, oil, gas. ماله بقى؟ انهك بدنيا بالظبط، تعب. have been used up. كده أول جملة خلصت. تمام. كده الجملة الأولى إيه؟ خلصت. عندنا في اللغة العربية ممكن أضيف جملتين ببعض بواع، حرف العطف واع. في الإنجليزية لما ألاقي جملة تانية، ماشي، جملة وجملة وبينهم واع، في الإنجليزية بعملهم جملتين. تمام. ما دام بقى الجمله فيها فعل يبقى اخليها جمله ايه في الانجليش. ابدا بجمله جديده بقى. تمام. اللي هي ايه؟ وستحل محلها الطاقه الذريه ذات يوم. تمام. نيوكلير باور الطاقه النوويه، الطاقه النوويه غير الطاقه الذريه. ايوه، the atomic power، the atomic power او the atomic energy. تمام. ستحل محلها بقى، تحل محلها يعني تأخذ مكانها، تأخذ ايه؟ مكانها. لا، replace يعني يستبدل. انا عايز اقول تأخذ مكانها، take their place، take their place. ايوه، take their place، تأخذ مكانها، دي معنى تحل ايه؟ محلها. لكن replace يستبدل، في شخص بقى بيستبدل شيء بشيء. تمام. يبقى نيجي بقى نركبها. يبقى the atomic energy or the atomic power او ايه؟ atomic power. The atomic power
أو the atomic energy. Well, take their place one day في يوم من إيه؟ من الأيام. أو someday أو one day في يوم ما أو في يوم من الأيام. تمام؟ the atomic energy will take their place one day. صح كده. اوكي. بعد كده بيد انها لا تزال اغلى من ان تستعمل في الشؤون اليومية. however او في but. احنا هنشوف بيد انها ايه. بيد انها دي ليه؟ بالرغم من انها او ولكنها. but بالظبط كده. انا اشوف طبعا بيد انها ايه. بيد انها ديت ليه؟ بالرغم من انها. مش بقول لكم اللغه العربيه جميله، بحرها واسع. أبو تمام. ولكنها. يبقى اقول ايه؟ but. ولكنها مالها بقى؟ لا تزال أغلى من أن تستعمل في الشؤون اليومية. it is still. بالظبط كده. it is still. لا تزال. it is still إيه؟ it is still إيه بقى؟ عايزين نترجم إحنا بقى؟ عايز أشوف ترجمتكم. it is still more expensive. أو too expensive. more expensive. it is إيه؟ too expensive. it is still too expensive. لا تزال إيه؟ أغلى من أن تستعمل. it is expensive. من أن تستعمل في الشؤون اليومية. for every day. for every day use. every day use يعني الشؤون اليومية. it is still too expensive for every day use. في العديد أو في الكثير من أنحاء العالم. daily use هي everyday use. for used everyday ما ينفعش. for used. daily affairs الشؤون اليومية. daily affairs معناها الشؤون اليومية. all over the world في كثير من أنحاء العالم، مش في كل أنحاء العالم، كثير من، ده هنا كل أنحاء العالم. all over the world أنا في كثير من أنحاء العالم. أيوة صح كده أستاذ بلال. in many parts of the world. بالظبط. in many parts of the world. بالظبط أستاذ بلال صح. in many parts of the world في كثير من أنحاء العالم. حيث أن الاحتياج إلى الطاقة هو احتياج عاجل. حيث أن الاحتياج إلى الطاقة هو احتياج عاجل. عايز اترجمها بقى ديت. حيث ان الاحتياج الى الطاقة
هو احتياج عاجل. ليه have been؟ يعني الجملة مبنية للمجهول. have been تصريف تالت مبنية للمجهول يا أستاذة هبة. have been used up. انهكت، معرفش مين اللي الفاعل هنا، مجهولة. where the need to energy is an urgent need. where the bar is needed urgently. بالظبط قربنا. where the bar urgent need. where the need for an urgent need for energy. يا نهار ابيض، كل دي need. where the need for an urgent need for energy كبيرة جدا، هي بسيطة جدا على فكرة ترجمتها. where the need of energy is urgent. ما انا لو هحولها العربي اقول ايه؟ حيث نحتاج للطاقة احتياجا ماسا، هي هتبقى ايه؟ where the energy or where power needed urgently. where the power is needed urgently، محتاجينها حاجة ماسة. where we need power urgently. تمام، يبقى هنترجمها ازاي اهو. where power is where power is needed. ممكن اقول right now، ممكن اقول right now، ممكن اقول urgently. يعني ممكن اقول right now، ممكن اقولها برضو تنفع urgently. دي صح ودي صح يا جماعة. where power is needed urgently او where power is needed right now. شفتوا بقى ان مفيش حاجة صعبة، احنا بقى اللي بنوقف نفسنا، بنقول دي صعبة وبنقف. لكن انا لو حاولت هترجمها، بحاول مرة واثنين وتلاتة واربعة. اوكي، يبقى اهوت ترجمتها. the fuels in the earth coal oil gas have been used up. هنقرا الجملة أكتر من مرة ونحاول نفسرها ونحاول نوصل لأبسط معنى. لو لقيت القطعة صعبة أحاول أفسرها بقى، أعمل لها تفسير. تمام. The fuel in the earth coal oil gas have been used up. تمام. The atomic energy will take their place one day, but it's still too expensive for everyday use in many parts of the world where power is needed right now or power is needed urgently. تمام يا جماعة، لقد أنهك ما بالأرض من وقود أو من مواد وقود، وهي الفحم والبترول والغاز، وستحل محلها الطاقة الذرية ذات يوم، بيد إنها لا تزال أغلى من أن تستعمل في الشؤون اليومية في كثير من أنحاء العالم، حيث أن الاحتياج إلى الطاقة هو احتياج عاجل. تمام؟ لما ألاقي حاجة كده مش فاهم معناها أحاول أفسرها بأبسط شيء وترجم إيه؟ التبسيط ده هتبقى الترجمة بتاعتي صحيحة. انا بترجم تفسيري بس بحاول ابسط المعنى. الترجمه غرضها ان انا اوصل ايه المعنى، مش لازم اجيب كلمات هي نفس الكلمات.
لا انا اشوف الاسهل ليا، الحاجات اللي هي ممكن تؤدي الى المعنى الصحيح. تمام يا جماعة، طيب النهاردة نستكفي، كفاية علينا النهاردة. تمام كده يا جماعة، هي معلش عشان الوقت متأخر. اوكي آخر كلمة بين الأقواس معناها urgently، يعني إيه؟ بأمس الحاجة إلى، أو الحاجة الماسة إلى. تمام؟ أو حاجة عاجلة. والله يا جماعة هي ترجمة جميلة، هي ماشي صعبة، في حاجات مش صعبة، هي في حاجات بتقف قدامي كده، بس مع المحاولة بقى والتدريب هلاقي نفسي ايه بترجم، بلاقي الحاجات سهلة، يعني أي حاجة بالتدريب بلاقيها ايه بقت سهلة معايا وسلسة، وبقى بتعلم مهارات جديدة. كل ما ترجم أكتر كل ما اتعلم مهارات جديدة. يعني أنا مثلا لو ترجمت جملة معينة أو جبت نص معين وترجمته، جيت النهاردة ترجمته وجيت بعد أسبوع نفس النص ترجمته تاني، هلاقي الترجمة بتاعت الأسبوع اللي فات غير ترجمة الأسبوع ده. ترجمة زي كده بالظبط، زي الهندسة الفراغية، في برضو ايه حاجة اسمها الباك ترانسليشن. الباك ترانسليشن ترجم كده نص انجليزي ترجمه العربي، امسك نص انجليش كده وترجمه العربي، وتعالى بعد مثلا 3 4 ايام ترجم النص العربي ده اللي انت مترجمه الانجليزي، النص العربي المترجم ده ترجمه تاني الانجليزي، هل هيبقى هو نفس النص الاصلي اللي انت ترجمت منه؟ مش هيبقى نفس النص. اوكي، فالترجمة مش ملهاش مقياس او لها قاعدة معينة، الترجمة اسلوب، ترجمة اسلوب، ان انا ازاي بقى احول الجملة دي مثلا من عربي لانجليزي بشكل مفهوم، او مثلا لو انا ربنا يبارك فيك يا رب، لو انا مثلا عندي جملة عربي، تخيل نفسي كده لو انا شخص انجليزي وشخص ايه بتكلم انجليزي ما اعرفش العربي، هقول الجملة دي ازاي بالانجلش؟ هي جملة عربي، اتخيل نفسي بقى ان انا ايه شخص بتكلم اللغة الانجليزية، او انا شخص مش عربي انجليزي، هقول الجملة دي ازاي؟ الجملة دي هتتقال ازاي بالانجليزي لو انا انجليزي؟ اوكي، وشوف برضو الجملة الانجليش، شوف الجملة الانجليش، لو انا مثلا الجملة ديت بالعربي هقولها ازاي بالعربي؟ تمام، في اي اسئلة يا جماعة؟ خلاص اوكي، طيب استأذنكم انا بقى، تصبحوا على ألف خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.